ماشي بطريق مستقيم حتى يموت قبل ما يوصل للغايه تاعه في طريق مستقيم. نسال الله ان يحفظكم الليله في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. ويقول صلى الله عليه وسلم موقف ساعه بس، ساعه في سبيل الله خير من قيام ليله. كويسات الحمد لله رب العالمين، ما ينقصك بشيء باذن الواحد الاحد. حاجه نقصتك مي حاجه والعميد. مشايخ بيسلموا عليكم بحييكم، نقول لكم كلمة هيك فيكم فاهمين المعركة وأبجدياتها والغزو، واضح الأمور ما راح تخلصوا بنقعدوا نحاضروا عليكم، لكن مفتوحة راح تقول أنا اللي بقدر بصور وصور وبروح كان يمسكونا يا خالي بنشوف التلفزيون. وفي الحرم المكي في مكة رباط ساعة بس في سبيل الله عز وجل أفضل من هذا كله. وهذا الامر كيف ما تعرف يبي اخلاص يا شباب، يبي اخلاص لله عز وجل. 214 514 قسمك بعدين تبدا باقي سرايا الميسر تبدا 138 و 250 ان شاء الله قريبه باذن الله الواحد ومعنا 214 يعني 12 عمود 106 12 بالو 6 كيلو بعدين يبدا الحمد لله بإذن الله تعالى تم مواقف الأمة العربية بالكامل معانا بإذن الله تعالى ومعانا الله اللي هو على كل شيء قدير. أنتوا أحفاد مجاهدين الليبيين معروفين بالشجاعة وبالأقدام والنصر من عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يحفظكم ويثبتكم ويفرج علينا ما نحن فيه. نحن أصحاب قضية لكن هم ما عندهمش قضية. هل اللي جايبين مرتزقة وهل اللي جايبين الاستعمار وهل اللي جايبين الأتراك؟ الأتراك هضم ياهي 15 مليون من الليبيين شردوا وتهجروا إلى مصر. نحن إن شاء الله بإذن الله عندنا قضية وعندنا إيمان بالنصر وإن شاء الله بأمر الله الأيام الجاية هتسمعوا كلام خير بإذن الله الواحد الأحد. وكل الجماعة ما تلوموش عليهم وهيجوكم وهيتواصلوا معاكم وإن شاء الله الفرج قريب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. النقيب محمد ميلاد آمر توجيه معنوي سرت. اليوم في زيارة لمحاور القتال نطمن أهالينا مدينة سرت خاصة وليبيا عامة بأن وضع المحاور والخطوط الأمامية في معنويات عالية وفي رباط مستمر ولا داعي للانجرار إلى وراء الإشاعات والفتن من أبواق الحشدي ميليشياوي وحفظ الله قواتنا المسلحة ودمتم في الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنويات القوات المسلحة ما شاء الله 100% والأمور طيبة وجيدة ونحب نطمن أهالينا في ليبيا كاملة أن الأمور طيبة والشباب ما شاء الله مرابطين وعلى هات الاستعداد والأمور جيدة وما فيش حاجة يعني. كل سرنا وأهالينا في ربوع ليبيا ولله الحمد ها الشباب المرابط في معنويات عالية تعانق السماء وفي حفظ الله وما يصدقوش كل الإشاعات المغرضة. الجيش في تبات ومعنويات عالية تعانق السماء وما شاء الله وحفظ الله حفظ الله قادتنا وحفظ الله جيشنا وإن شاء الله إن شاء الله في تبات. اللهم يثبت الرجال يثبت أقدامهم ويسدد رميهم ويحجبهم عن عيون أعدائهم إن شاء الله. وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا صبر ساعات وفي حفظ الله إن شاء الله وإن شاء الله لا ما بعد أراضيهم بعون الله لا ما بعد تركيا إن شاء الله وكذب عليهم. ليبيا ترابها حامي ما زال فيها رجال وبطن الليبية ولادة وبعون الله ما يطقوها ولا يحلموها صعب عليهم واجب. أمور بخير أنا والحمد لله رب العالمين. ونحن هذه عيشتنا البر والصحراء والخيام هذه عيشتنا كما كنا عايشين فيها هذه هو حن
والحمد لله رب العالمين بفضل الله تمشي هيك ولا هيك بتمشي ان شاء الله، والنصر قريب باذن الله تعالى، وربي يحفظ كل قوات المسلحه العربيه اللي بيها.